بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بأجمل وأطيب تحية. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ما زلنا متواصلين وإياكم مع انطلاقات هذه الفترة الصباحية من هنا من على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. ومع هذا المشهد الذي ينطلق بقوة 6 كيلومترات في مسار يحدد الكثير من الإثارة مع شوط الحيل لفئات السودانيات، الشوط التاسع من تعداد هذه الأشواط، بينما هو الشوط الأول الرئيسي لفئات السودانيات. ومن ضمن انطلاقات المرحلة الثانية من انطلاقات المحل الثالث، ومع سن الكبار حيث تحلو المنافسة مع هذه الشعارات الكبيرة هنا مع سن الحيل، نبدأ بداية مع مقدمة الشوط ومع الصدارة الأولى. من تنطلق هنا الفدا محمد بن ناصر بن محسن بن جمعان، يقدم لنا الفدا مع أول المراكز، بينما من تليها مباشرة التواصل والتواجد هنا من الواعي ناصر بن محسن بن جمعان على ثاني المراكز، المركز الثالث وتابع الانطلاق هنا من عبلة أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، يقدم لنا هنا العبلة على ثالث المراكز. هكذا هي الثلاثة الأسماء، هكذا هي الثلاثة الرائعة هنا في هذا الشوط. بينما المركز الرابع أتابع التواصل هنا والانطلاق، من حضرت، من وصلت، من انطلقت بهذا الوصول، من هجمت هنا على رابع المراكز أتابع الانطلاق في هذه اللحظات. من تتقدم هنا حضور فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفران، يقدم لنا حضور لتسجل الحضور في هذا الشوط على رابع المراكز، المركز الخامس أتابع الانطلاق هنا من مفيدة خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا متابعينا الكرام، هكذا مشاهدينا في كل مكان، يا من تتابعون وإيانا هذا الشوط الأول للسودانيات، نتحول هناك إلى مقدمة الشوط، نتحول هناك إلى من تأتي بالعروض في هذه اللحظات، إلى من تتقدم الأسماء هنالك مع مقدمة الشوط. هنالك الفدا محمد بن ناصر بن محسن بن جمعان، يقدم لنا الفدا هناك على أول المراكز بهذا الانطلاق الكبير وبهذا العرض المتميز. يا بن جمعان أول أشواط السودانيات، المركز الثاني هنا الانطلاق وهنا التواصل من الواعية ناصر بن محسن بن جمعان، يقدم لنا الواعية لكن حضرت حضور وانطلقت حضور بهذا الوصول الكبير وبهذا الهجوم الخطير إلى ثاني المراكز، مراكز من المركز الخامس الى المركز الثاني. انطلقت هنا حضور فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفران، يقدم لنا حضور لتثبيت الحضور في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني وتابع الانطلاق هنا من عبلة احمد بن محمد بن فهد الخاطر، يقدم لنا هنا العبلة، هنا عبلة لخاطر الخاطر في شوط الانتاج الاول. المركز الرابع وتابع الانطلاق هنا من اللي انطلقت هنا الواعية ناصر بن محسن بن جمعان، المركز الخامس انطلقت في هذه اللحظات، وصلت وصلت مفيدة، وصل خالد بن محمد العطية، يقدم لنا مفيدة في هذه اللحظات. يا سلام، ايضا اللي وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الواصلة حمد بن علي بن هادي بن عبد الهادي الغفراني، يقدم لنا الواصلة. ياهي من شعارات كبيرة، ياهي من منافسات رائعة في هذه اللحظات، وتابعها في شوط السودانيات الاول. نتحول هناك مع حضور من تسجل الحضور المميز في هذه اللحظات، وهناك المنطلق مع حضور فرج بن محمد بن هادي الغفراني
الغفران يقدم لنا حضور، بينما المركز الثاني من تتراجع قليلا إلى ثاني المراكز الفدا محمد بن ناصر بن جمعان. وصل الشعار الكبير، وصل الشعار المهيب، وصل في هذه اللحظات مالك مفيد خالد بن محمد العطية يتقدم إلى ثاني المراكز. المركز الثالث انطلقت هنالك عبلة الخاطر يقدم لنا عبلة على ثالث المراكز. المركز الرابع اسم جديد ينضم في هذه اللحظات إلى قافلة الصراع والنزاع، وصلت هنا، وصلت الواصلة حمد بن علي بن عبد الهادي الغفران، وهناك على خامس المراكز وتابع الانطلاق من الفدا محمد بن ناصر بن جمعان، بينما بن عطية يقود هذه الكوكبة من الأسماء. هذا الشوط الأول للسودانيات يقدم لنا مفيد من تتقدم الأسماء في هذه اللحظات. الله يا هذه المتابعة من المركز الخامس إلى أول المراكز، وصلت الواصلة ليصل الإبداع في هذه اللحظات، ليصل التقدم الكبير من قبل الواصلة. وهنا حمد بن علي بن عبد الهادي، أي هدوء معك يا عبد الهادي في هذه اللحظات، ينطلق هنالك إلى المركز الثاني. المركز الثالث هنا حضور، وهنا فرج بن محمد بن هادي الغفران. المركز الرابع تابع الانطلاق هنا من عبلة أحمد بن محمد الخاطر. المركز الخامس، المركز الخامس لكن ياهي من مسافة بين الأربعة الأسماء وبقية المشاركين. نتحول مع الثنتين اللي طارا، نتحول هناك مع الواصلة، نتحول هناك مع مفيد بن عطية يتقدم في هذه اللحظات، بينما من تسللت وخطفت الصدارة وصلت الواصلة. حمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني يتقدم في هذه اللحظات. الألف والخمسمائة متر يا الغفراني، الفاصلة عن ناموس الشوط الأول للسودانيات. المركز الثاني هنا مفيد خالد بن محمد بن عبد الله العطية. المركز الثالث هنا عبلة الخاطر تنطلق هنا على ثالث المراكز. المركز الخامس حضور فرج بن محمد بن هادي الغفران. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات، اسم جديد ينضم هنا إلى قافلة الحيل جولة محمد بن سريع بن محمد الكعبي، ولكن نتحول هناك مع مقدمة الشوط هناك إلى الواصلة. هناك من تواصل العطاء الكبير، من تتقدم أو مع أول الأسماء، وهنا حمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني يقدم لنا الواصلة مع أول الأسماء. المركز الثاني هنا مفيدة، مفيدة خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا مفيدة هنا على ثاني الأسماء. التسعمائة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة والأمتار الخطيرة، هنا تتقدم الواصلة. هنا الكيلو الأخير، كيلو التحدي والعنفوان، كيلو الصبر والجلد، كيلو المتعة والإثارة. أي تشويق وأي متعة يقدمها لنا هنا الثنائي المتقدم. تقدمت مفيدة في هذه اللحظات، هنا مفيدة خالد بن محمد بن عبد الله العطية، لكن وصلت الواصلة. الواصلة مفيدة، مفيدة الواصلة. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، مفيدة والواصلة. بن عطية ما زال صامدا، ما زال متقدما. الثلاثمائة متر الأخيرة، مفيدة الواصلة، والواصلة مفيدة، مفيدة، مفيدة. خالد بن خالد بن محمد بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات. الأمتار الأخيرة، سلام وتحية واحترام هنا لمالك مفيدة. سلام بن عطية، سلام، تهانينا، تهانينا على هذا الفوز والانتصار وتحقيقك لهذا الشوط الأول للسودانيات. هنا مفيدة خالد بن محمد بن خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية من حقق هذا الفوز والانتصار. سلام وتحية واحترام وتهانينا لك على هذا الفوز والانتصار وأول أشواط السودانيات، بينما من حلت على ثاني المراكز وصلت الواصلة. حمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المركز الثالث، كان الوصول من حضور فرج بن محمد بن فرج الغفران المركز الرابع.
وصلت جولة محمد بن اسريع بن محمد بن خطاب بن حطاب الكعبي المركز الخامس، وصلت ذوق زيد بن احمد بن زيد زيد الشريف. اذا تانينا تانينا والناموس لمن قدم لنا مفيدة بهذا العرض الكبير وبهذا العطاء المتميز، محققة الناموس أول أشواط السودانيات. تانينا تانينا لمن قدم لنا مفيدة، خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية، قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدرة 9:48 و66 جزءا من الثانية. تانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما من حلت على ذاني المراكز كان الوصول من الواصلة حمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني، قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وغدر 9:49 و72 جزءا من الثانية. تانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما من حلت على ثالث المراكز كان الوصول. وصلت هنا حضور فرج بن محمد بن فرج بن هادي الغفران، قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدره 10:42 جزءا من الثانية. تانينا على هذا الفوز.